السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوتي مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله تشوفوا المشكل اللي صرف واحد البي ام في إكس 5. المشكل هو أن صاحب السيارة كان يسمع واحد صوت غير عادي، يعني عندما فشكي ديماري عن السيارة واحد 5 ثواني 3 ثواني كيسمع واحد صوت شوية غريب عليه، ماشي يعني الصوت اللي اعتاد عليه أنه كيسمع في المحرك ديالو. المهم هاد بالنسبة للسيارة ديال بي ام اكس 5، او يعني سيارات بي ام في اللي عندها محرك ان 47 او ان 57، معروف عندهم المشكل ديال لا شين ديستريبيوسيون، السلسلة ديال المحرك انها كترخف يعني مع الوقت، يعني 100,000 كيلومتر حتى 120,000 كيلومتر كتبدا ترخف هاد السلسلة هادي وكتولي تعطينا هاد الصوت هذا. هاد الصوت هذا ماشي عندي، هذا ماشي مشكل سهل بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل او اللي كيسمعوا شي صوت في المحرك ديالهم عندهم سلسله لا شين ديستريبيوسيون، ما يتهاونوش على هذا المشكل هذا ويخليو شي ميكانيكي يفحص لهم السياره او شي واحد اللي تيعرف يعني تيفهم في لا ميكانيك انه يفحص السياره ويقول لهم شنو كاين. باش اذا كانت السلسله من الاحسن انها تبدل في اقرب وقت. علاش؟ لحقاش قد لا قدر الله تقد تقطع ويمشي لنا الموتور، قد احيانا ما تقطعش ولكن ترخف بزاف، وشنو يصير ان يولي البيستون تيقيس في لي سوب بابل، فغادي تزيد واحد شويه ما تبقاش ديماري الطوموبيل. علاش؟ لحقاش ما تكونش لا كومبريسيون مزيانه في الموتور. فباش نتجنبوا هاد يعني المشاكل الكبيره، يعني مشاكل كبيره ان الانسان غادي يصرف اموال كثير الا فحال ما صار له مشكل في المحرك، ناخذوا على ميكانيكي كما قلت لكم ونخليوه يفحصها لنا، وفحال ما هذاك نبدلوا السلسله ديالنا. غنخليكم تشوفوا الفيديو ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم. كما تسمعون اخوتي هذه السلسله يعني فيها جو بزاف، هذا هو المشكل ديالنا. شفتوا معايا الفيديو، شفتوا السلسله كيفاش كانت مخوفه بزاف. بالنسبه للناس اللي عندهم نفس السياره يعني اكس 5 او بصفه عامه اللي عندهم سياره بي ام في فيها محرك ديزل ان 47 او ان 57، احيانا بعض الميكانيكيين تيقول لك غادي نبدل لك السلسله اللي مرخوفه، يعني لحقاش هي فيها ثلاثه ديال السلسلات، غادي تيقول لك هو نبدل لك السلسله اللي مرخوفه. علاش؟ لحقاش كتجي هو خدمه قليله. لا، قول لك يبدل لك السلاسل بثلاثه. علاش؟ لحقاش الا بدل لك غير وحده غادي يجي نهار فاش غادي ديك الثانيه يعني غترخف ولا الثالثه غترخف، فغادي تضطر الى يعني اعاده العمل من جديد. يعني لحقاش الخدمه ما ماشي صغيره، ما سهلاش، كدير فيها حوالي 16 ساعه ديال الخدمه، انك كتزمونطي البواطا، كتزمونطي بزاف المسائل اللي خصها تزمونطا، يعني الخدمه ما سهلاش، ماشي صغيره، ماشي خدمه ديال ساعه او ساعتين. فمن الاحسن تخليه يبدل لك السلسله كامله، وتالي سوبور دوك اللي سوبور اللي كيشدوا السلسله كيكون فين كتمشى السلسله كلشي يكون جديد. كيفاش اننا نتفاداو يعني شنو اللي تيخلي هذا المشكل هذا يصير؟ هو احيانا الزيت ما كتكونش كاليتي مزيانه، فالسلسله يعني ديك الجوانب كتبقى تكون صومه، شنو تيصير انها تتوسع. فالزيت نحاول اننا نبدلو الزيت في الانترفال، يعني كاين سيارتي عندها سنتين، انا يعني شخصيا ما كنخليش تدوز سنتين، تنبدل دائما عام ونص تنبدل الزيت. وكاين سيارات اللي فيها كل عام خصني تبدل الزيت، وحط يعني الزيت اللي كتنصح به ديك يعني الشركه ديال ديك السياره، بي ام في، مرسيدس، ولا فولكسفاجن، فيات، يعني على حسب كل شركه وشنو الزيت اللي كتنصح به. خوتي هذا هو الفيديو، هنا سالينا. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب وحاولوا تنشروا. السلام عليكم ورحمة الله.